لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة. زي اليومين دول من 7 سنين طلع الجيش بخطابه المساهوك واتكلم عن الشعب اللي بيعاني، اللي ملقاش حد يرفق به ويحنو عليه. وقتها طلعت ناس زي حزم أبو اسماعيل وحذرت من السم اللي في العسل، من الممثل العاطفي اللي طلع يلعب بمشاعر المصريين ويتاجر بأوجاعهم. كتير ساعتها ما كانوش شايفين الأنياب المستخبية ورا الضحك المصطنع، ما كانوش شايفين الدم المداري ورا بدلة الضابط. ومرت الأيام وبدل الشعب ما يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وجد من ينكل به ويقسو عليه. بالمناسبة دي عاوز أحكي لحضراتكم في عجالة قصة قصيرة، قصة أسرة مصرية صغيرة لم تجد من يرفق بيها أو يحنو عليها، أسرة اتحطمت وهي لسه بتشق الطريق. هحكي لكم قصة حسام وسلافة. حسام الصياد شاب طموح بيحب التصوير وبيشتغل مصور صحفي ومراسل لعدد من المواقع الإخبارية. اتعرف في يوم من الأيام على سلافة، سلافة مجدي، صحفية شابة بتشتغل مراسلة هي كمان في المواقع والقنوات الإخبارية. حبوا بعض وقرروا يتجوزوا ويحققوا حلمهم سوا. وفي يوم 26 نوفمبر 2019 قرر العسكر وبدون سابق إنذار إنهم يحطموا الأسرة ويهدوا البيت اللي لسه بيتبني. حسام وسلافة اتقبض عليهم في الشارع وهم مروحين، واتخذت منهم العربية والتليفونات بعد وصل الضرب وسب وتعذيب في قسم الشرطة، الشرطة اللي كانت يوما ما في خدمة الشعب. حسام وسلافة من ساعتها لحد النهاردة وهم في السجن، وطبعا مش محتاج تعرف التهمة ايه، الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، رغم انهم لا إخوان ولا لهم علاقة بالإخوان. لكن في وسط كل الظلم ده في فرد مهم من أفراد الأسرة لسه ما جبناش سيرته، خالد ابن حسام وسلافة. صباح الخير يا صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، عاملين ايه؟ انا وحشتكم جدا وعايزكم ترجعوا تاني. طبعا انا عارف ان انتوا هترجعوا بس هتتاخروا حبه، وطبعا انا بروح المدرسه كل يوم وبرجع كل يوم، وده اللي انا فيه طبعا، وبذاكر كتير خالد طفل بريء بقاله 7 شهور محروم من أمه وأبوه. كل ذنبه في الحياة إنه اتحكم عليه يعيش في بلد بيحكمها شوية حيوانات. خالد بعت الرسالة اللي فاتت دي لباباه ولمامته بعد شهر من غيابهم. ومبارح وبعد 7 أشهر كاملة خالد بيبعت رسالة جديدة وبيكلم بيها وطن لم يجد من يرفق بيه أو يحنو عليه. خالد لسه فاهم ان بابا ومامته مسافرين. مين هيقول لخالد الحقيقه وهيقولها له ازاي وهيقولها له امتى؟ ويا ترى لما خالد يكبر ويفهم ويعرف الحقيقه هيعمل ايه؟ تفتكروا هيحب مصر؟ هيحب بلده ويعمرها ويعيش عشانها؟ ولا هيهاجر ويسيبها ويبيع جنسيتها؟ مين اللي بيعمل كده في مصر؟
مين اللي بيقتل حبها في نفوس ولادها؟ مين اللي بيحطم بيوت وبيهد أسر وبيقتل أحلام؟ مين؟ مين يا شعب مصر؟ مين؟ قد أرمى خلف الأرض